جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل يمني مقيم بالرياض، أيهما أفضل للذي يريد الحج لأول مرة، أن يحج مفردا أم متمتعا أم قارنا؟ الأفضل لكل حاج أول مرة وثاني مرة وأكثر تمتع، يعني يأتي بعمرة ثم يتحلل منها بعد أداء مناسكها ثم يحرم بالحج ويفدي، يذبح فدية، هذا هو أفضل الأنساك. نعم.